يا ريت حضرتك توصف لنا السمات الشخصية في ضابط البحرية، وخاصة إذا كان بيتعامل في الاستطلاع البحري. أعتقد إن بيكون له سمات مهمة جدا لازم يتحلى بيها، وحضرتك كنت واحد من القادة في هذا الموضوع. هو انا لقيت نفسي بعد ما لفيت لفه كده في القوات البحريه ما بين الانشاءات التوربيد وانشاءات الصواريخ والمدمرات، ولقيت نفسي بقيت ضابط في وحدات لواء الوحدات الخاصه. وانا في اللواء الوحدات الخاصه طبعا خدت فرق بتاعه الضفادع البشريه وفرقه الصاعقه وفرقه المظلات برضو، انما تم اختياري في اشتغل في عناصر الاستطلاع، وكانت هي بداية الاستطلاع البحري في القوات البحرية. كنت أنا أول قائد فصيلة استطلاع في القوات البحرية أنشئت في ذاك الوقت، واشتغلنا برضو التدريب مع الكتيبة التاسعة اللي كانت وقتها هي برضو كتيبة الاستطلاع اللي موجودة في القاهرة، فأنا عملنا تدريبات معاهم وبقيت ضابط استطلاع. طبعا الاستطلاع ده مهم جدا، لأن هو عن طريقه بناخد المعلومات عن العدو، وبناء على هذه المعلومات خطط العمليات كلها بتتظبط على المعلومات اللي عن العدو. القيادات مراكز القيادات بتاعتهم فين؟ موقعها ايه؟ القوات الجوية بتاعتهم قد ايه؟ وبتطلع منين؟ ومتمركزة فين؟ الكمائن بتاعتهم موجودة فين؟ وبتتحرك ازاي؟ وبتيجي امتى؟ كل هذه المعلومات مهمة جدا لقوات اللي هي مشتركة في المعركة عشان تعرف تتعامل مع العدو الإسرائيلي وتنتصر عليه.